وعليكم السلام ورحمة الله. حشود غفيرة أمام البرلمان المغربي. هاد الناس هادو عندهم وقعت لهم إعادة زعزعة ديال الثقة من مورا الثقة اللي بدينا كنكتسبوها مع وليدات الركراكي في المونديال ديال قطر. رجع لينا رجعنا كنأمنوا بالثقة في المؤسسات وفي المسؤولين ديال البلاد وبدينا كنديروا النية. فإذا كنتفاجئوا بالتصريح ديال وزير العدل بالأمس اللي كيهضر بواحد الخطاب ديال التعالي وديال الفوقية وكأنه كيمن علينا بشي حاجة. حنايا حنا مشينا حنا اللي قرينا حنا اللي وجدنا حنا اللي بريبارينا ما طلبنا والو. اللي طلبناه هو الشفافية. دوزتي الامتحان بدلتي المعامل قبل ما تعلن على النتائج بلا ما تعلن على حتى حاجة بلا ما تعلن الرأي العام على والو في داكشي اللي تبدل. شوية كتعلن على أنه درتي 2000 منصب شغل وانت باقي قدامك لا 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 الامتحان الشفوي. اذا لاش غادي نديروا هذا الشفوي هذا الا كان قرر السيد الوزير انه نجح 2000. ثانيا الا دوزتي الامتحان فين هو النموذج المعتمد ديال التصحيح؟ ويقدر كل واحد من هاد الناس هادو يحسب شحال المعدل ديالو بلا ما يحتاج يجي للرباط تهمنا صورتنا قدام العالم. فكيفاش بحال هاد الناس هادو ما كتهمهمش الصوره صورتنا وكيهضروا بهاد اللغه هادي بهاد اللغه هادي التي لا تمس لدوله الحق والقانون باي صله. وشكرا. شنو هي الجمله اللي استفزتكم في التصريح ديال الوهبي امس؟ الهضره كامله الجمل كاملين المستوى فك الشفره ديالها. المستوى للاسف مستوى اش غنقول لك ما زعما لا يليق برجل دوله بمسؤول في قطاع كبير بحال قطاع العدل اللي القطاع اللي كيرعى النظام ديال العداله في المغرب وارساء مبادئ الانصاف والعدل. تفهموا الضغوطات اللي كانت عليه؟ حنا اللي فهمنا اننا كنا الحطب باش دفى هذوك الليالي اللي كان كيدير فيهم اتفاقات سريه. هاد الناس هادو كانوا هما الحطب اللي دفى بهم هذوك الليالي. هادشي اللي فهمنا. مرحبا سيدي. المركز الامتحان اللي دوزت فيه شوف هنا اش كيوقع.